علومك انت مع الببسي؟ لا ما عليه خصم. لا من اللي كاتبه؟ ها؟ نبي سلطان يقول لنا عن موقف الببسي اللي بالمدرسه وكيف كشفوه. وانت تقول السالفه لا تجيب طاري الببسي عشان ما حد يخصم. لا والله بجيبه دام جاء طاريه. اسلم. والله ذا فكنت ادرس مدرسه التحفيظ. حلو. وكان الببسي عندنا ممنوع. يعني انا ما ادري المدارس مبطي كلها كذا ولا احنا في الديره. يعني احتمال انك لا جبت بيبسي كانك جايب لك مصيبه. السلام. وكنت انا معي عابد اخوي وسعيد ابن عمي. كنت انا اللي امولهم عليك زود، امولهم بالبيبسي، وكنا في الشتاء. صوت عيالي بنسمع سالفه البيبسي. ورحت لبوفيه المستشفى جنب مدرسه التحفيظ. وشريت منها البيبسي وحطيته في الجيكيت. توني بادي في التهريب يعني ما في ثقه كبيره. يوم دخلت مع الباب ويقابلني شو اسمه. طبعا طلاب التحفيظ كلهم ترى عاقلي. من اول ابتدائي حتى نلبس غترة بيضاء. يا ولد شيء ايه لو واحد يقول الله ياخذك يمكن يهجرون اسبوع كذا سيده مره. وانا ادخل قال سلطان ليه متاخر؟ انا يوم قال سلطان ليه متاخر والطلاب وداخل ومعي بيبسي انخرجت وامشي بالجاكيت. قال عجل خطوتك وعجل هو ينفك البيبسي. انت حاطه كذا دخله في الجاكيت جوا وماس. يوم طاح البيبسي بيبسي تذكر باب الحاره يوم يسوي كذا. اي والله العظيم بيبسي ناس بيبسي اعوذ بالله. واذا طالع الطلاب اللي يبكي. اي والله العظيم قال جايب بيبسي في المدرسه. الطلاب يتاثرون اطلع برا لا تدخل عندي. طبعا اطلع برا خلاص يا استاذ. قال ولا تكلم عند ابن سعد الله يستر عليه ويسلم عليه منه. وعاد دخلني وعاقبني وكانت يعني اول بداياتي في التهريب واللي تبت منه. والله العظيم انك صادق. هذه عندنا احنا بعد ترى مشروبات الغازيه اللي يدخلها هذا يعتبر شجيع عندنا. اوه والله صدق على الحدود. فيها خالد الدوسري.